الكاتب وسيناريس وأستاذ للمسرح هو الأستاذ عبد الغني الحرجي رئيس جمعية الوصال بوزنيقة. السلام عليكم. بالنسبة لجمعية الوصال هذه تأسست هذه واحد سنتين، وحنا دابا الحمد لله راه كنخدموا على المسرح المدرسي، وشوية عندنا التربية داخلة في التعليم الأولي، والحمد لله راه حنا كنباشروا أننا كنوجدوا لواحد المهرجان ديال المسرح المدرسي ومهرجان كذلك لمسرح الكبار، وكنتمناو التوفيق لهم في هذا المجال. المشاكل اللي عندكم في هذا الميدان أستاذ، المشاكل اللي كاين في الميدان ديال المسرح، حيت حنا نقارد المسرح في المغرب وبغينا إن شاء الله نعودوا ونرجعوا، ما كرهناش الإخوان اللي شدوا المشعل، الناس كبار الله يرحمهم، وشي واحد الآخرين الله يغفر لهم والله يخليهم. كيفاش كتشوف هذا الجيل ديال اليوم اللي كيشوف المشاكل في هذه المدينة أبو زنيقة؟ انا ما عنديش بزاف بوزنيقة، تقريبا يلاه واحد 5 سنين هي كتعاني من حيث التعطير، ما كاينش معطرين، يعني كاين شباب متعطيش للمسرح الفن المسرحي، ولكن الاشكال عندنا في التعطير، وحنا كنحاولوا ان يكونوا واحد المعطرين اللي يساهموا اللي يتطوعوا انهم يكونوا لنا واحد الفرقه مسرحيه محترفه على غرار المدن الاخرى. واتمنى ان شاء الله لهاد القاطنين الفنانه المسرحيين والسينمائيين القاطنين بوزنيقة ان يهتموا بهاد الشباب، لان هاد الشباب الحقيقه وقت فراغه ربما يقضيه في بعض الملاهي التي لا تنفعه مستقبلا. اذا نحن نحاول ان نجدد الثقه في المسرح وان نعيد المسرح الى ايامه الجميله، وهذا ما اتمناه ان شاء الله. شكرا للمخرج والاستاذ الكبير والسيناريس ومخرج الاستاذ عبد الغني الحرجي. كندوزو الفوتوغرافي استاذ كبير هو محمد بوفرنانا. اولا نشكر جمعيه الوصال وجمعيه الايادي البيضاء على هذه الالتفاته الجيده اللي فعلا اللي عطات واحد يعني انطلاقه جيده بالنسبه للتشجيع للشباب مدينه بوزنيقة. تنتمنى ان هذه المبادرات تتكرر وتحاول انهم باش تزيد من المجهودات من العطاء ان شاء الله باش يتطور المسرح في مدينه بوزنيقة. السلام عليكم. عبد القادر احبشان، طالب الصحافه والقانون الاقتصادي في الجامعه الملكيه، وكذلك حصل على دبلوم في القانون الخاص بالجامعه المحمديه. اولا قبل كل شيء، فدار الشباب تعتبر يعني هي واحد المدرسه اساسيه، يعني يلجأ اليها يعني الشباب مدينه بوزنيقة ل يعني الحصول على تكوين في المجال المسرحي والمجال السينمائي، ولكن هناك يعني اقول هناك ضعف كبير على مستوى هذه المجالات، سواء على المستوى المسرحي او على المستوى السينمائي. فايضا حتى من الناحيه الثقافيه، فمدينه بوزنيقة هي ماذا اقول، يجب اعاده النظر، يعني اعاده النظر بالنسبه لهذه المدينه من الناحيه الثقافيه. يجب على جمعيات المجتمع المدني ان تقوم بهذا الدور بشكل كبير لاعاده ادماج بوزنيقة من الناحيه الثقافيه للرجوع الى مستواها كما كان من قبل، يعني على المستوى المسرحي وكذلك على المستوى السينمائي. فماذا يوجد بدار الشباب بوزنيقة؟ يعني هناك شباب خارج مدينة بوزنيقة أتوا إلى دار الشباب لكي يحصلوا على تكوين، لكن ليس هناك أي تكوين أو أطر في هذا يعني في هذه المؤسسة التابعة، يعني أقول التابعة لوزارة التربية الوطنية. يجب على جميع الفاعلين بهذه المدينة وبهذا دار الشباب ان يقوموا بدورهم على اكمل وجه، يعني للرفع بهذا يعني بالمسرح وكذلك السينما. فنحن كشباب نقوم بدور كبير
يعني في المجال السينمائي قمنا ب يعني افلام قصيره، لكن لا نجد اي دعم من جهه، يعني من جهات بعض الجهات يعني تهمل الشباب مدينه بوزنان. ما تنسوش تابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناه والضغط على زر الجرس ليصلكم الجديد.